أدانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي دور إيران التخريبي في منطقة الشرق الأوسط. وقالت هيلي في جلسة منعقدة بمجلس الأمن الدولي إن إيران مسؤولة عن كثير من المشاكل لاستخدامها المدنيين في غزة واليمن ولبنان دروعا بشرية، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن قابلا للإصلاح. وتسعى الولايات المتحدة لتصحيح السلوك الإيراني من خلال استراتيجية ضغط مكثفة، حيث تطالب واشنطن طهران بوقف دعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وسحب القوات من سوريا ووقف تهديد الممرات البحرية واحترام سيادة الدول والتوقف عن تهديد دول الجوار.